بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإخوان وتحية للناس اللي حاضرين معكم في الناس ديال الصويرة. يعني احنا كنتواجدوا حاليا في مدينة الصويرة، يعني اللي كينظموا كل عام مهرجان تاع قنوة، والحمد لله كانت الأجواء ديما رائعة كما كنتمناو، وكنتمناو إن شاء الله مزيد من العطاء من اللجنة المنظمة للمهرجان والناس اللي كيتكلفوا إن شاء الله بالمهرجان. وتحية للبرنامج ديال الأشواق. إن شاء الله كنتمنى كأي فنان وأي موزيسيان كيتمنى أنه يطلع للسين ديال الصويرة، وأي فنان كيلعب القنبري وأي واحد كي زعما كيحاول يبدع في قناوة، كنتمنى ليه الخير إن شاء الله، وكنتمنى إن شاء الله نطلعوا حتى حنا علاش لا مع شي معلم إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.